Vai, che sei realmente fumando? سلام شلونكم شو اخباركم؟ اليوم جينا بتحدي جديد اللي هو تحدي البانكيك. سويناه بسرعه لان ما شاء الله قاعد اشوف الكومنتات وصلت 16,000 كومنت على تحدي البانكيك اللي قبل. شكرا، مشكورين على الكومنتات ومشكورين على اللايكات ومشكورين على كل شيء، ترحنا وايد نحبكم. بس اليوم يا دور اللي ما نحبهم اخ زين نتحداهم، انا نعاقبهم، انا يا دور اللي نحبهم ايه وما نبي نتحداهم نخاف. لا خلينا نشوف الحين، خلينا نشوف الله يستر. احنا سوينا لكم اللي وعدناكم فيه ان بيني وبينها تحدي بانكيك. من راح يكون حكام؟ عادل وبوبو جاسم راح يكتبون ارقام يقولون كل واحد كم درجته. انا وعدنا من 1 إلى 10. اوكي 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 بوبو، اللي يعطيني درجات وايد اعطيه دولارات. ما يصير ما يصير، حتى انا اعطي دولارات. اوكي حتى انا اعطي دولارات. لا انا بعطي الحلو. اي تعطي الحلو. انا ابي ماما. لازم توقفون مع الحق، لازم تصيرون ناس حقانيين. صحيح صحيح صحيح، لا يهمكم الفلوس والمصلحه، دولارات. اوكي اوكي خلاص. اسحب اول شكل. شنو في اشكال؟ اول شيء الهارت ايموجي. حسه صعب. انا خذيت اللون هذا البنفسجي لان ما كان عندك اللون الاحمر. انطرني، ما ابي اضيع الوقت يعني، عرفتي؟ بعدين تقول غشاش ويغش ويشوفني انا شنو اسوي ويسوي وكذي، عرفتي؟ لان انا ما اغش صراحه. شو مو انا اللي سويت هذا؟ تبي ضحكتي هذه حلوه. وايد حلوه ما شاء الله، بهدلت الدنيا. لازم تشوفون الايموجي قلبه اي لون عيونه. انا سويت بنفسجي لان ما عندنا الا واحد احمر. ما مشكلتي. وكنت ما ابي انطر عشان لا تقول ان انا اغش واشوف منها ايش تسوي. لا لازم تشوفون منها الحين. 1 2 3. كفو اسطورتي. كفو اسطورتك ها؟ ايه. ماشي. 1 2 3. شوفوا حاطها قدامكم عشان تشوفون. حسين صاروا 4 الحين اللي يقيمون، حسين بعد وياهم، اوكي؟ شوفوا. اي يلا نسوي، يسوون تصويت الحين. زين تسوون تصويت، اوكي؟ هذا الهارت ايموجي اللي سواه عدنان. هذا الهارت ايموجي اللي سوته بشاير. رعب رعب. الحين التصويت صار مو بالارقام، بالاحرف. كل واحد يجي يرفع الورقه كاتب يا ان اي عدنان او بي بشاير. اوكي اوكي يلا، اول واحد بوبو. تعال بوبو هني. يا 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 شنو اختار؟ حرف البي. اختار حرف البي. لا والله يلا يا 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 عادل مختار. ايه اختارني انا عادل، مو عشان دولارات، صدق اختاروا عشان الحلو. ملاعين. عشان شنو مختار؟ ايه ترى بوبو مو مخلي جاسم اختار. ايه يعني شنو؟ يعني انت فايز الجوله الاولى بس. يس الجوله الاولى بس. 1-0. الكلمه الحلوه.
الحين دوري انا. يا 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 كلها هي تختار. انا الحين اختار هذه. اوف ليه نغير؟ لا ما تخليها. حصان يونيكورن. حصان يونيكورن وين ما يونيكورن. والله صعب والله. يبي بركي خلينا نشوف. ليش مو تو انت ما وريتيني؟ شنو ما وريتيني؟ مو تو قلت لك شلون في حلج قلت لي ما ادري. كاوني. اي بس انا ما شفته. شلون هني؟ ما ادري ايش دراني انك مو شايفه. اكو احد ما يحط يستخدم ايموجي هارت بالواتساب؟ خلاص يعني انا احسن منها اوريها. يلا ها تشوفك. وراك. لا انا قاعد اشتغل ترى. انت قاعد تسوي كذي عشان انا خسر صح؟ لا والله. 1 2 3. احترقت شويه. عطني. يلا دوري انا اقلب. خلني اقول لكم شنو اللي صار. اللي صار ان البطاريه خلصت مالت الكاميرا. على ما رحنا جبنا بطاريه وحطيناها انا كيكتي احترقت. وين؟ 2 3. جبتوها؟ والله نصابة والله. شبوها شلون؟ حرام حرام. يلا الحين وقت التصويت. والله أنا بصوت لك صراحة. أنا فايزة بجدارة ترى. أنا بصوت لك. وهذا البانكيك اللي سواه عدنان. ترى. وهذا البانكيك اللي سويته بشاير. ترى. شوف بوبو من مختار. بوبو مختار عدنان. بوبو مختار. بوبو مختارني انا حبيبي. والله ابراهيم حبيبي والله ظلم. انا مختار. ايه بوبو عادل. عادل مختار. ايه عدنان. ثانك يو. انت قايل لهم فوزوني. والله ما قلت لهم. والله ما قلت لهم. زين شنو مختار؟ بي. هي ما في دولارات. هي اختار بي حسين. ما في دولارات. الانسان حقاني. الانسان عايش على الحق. يلا. وزهق الباطل. وجاسم اختار حرف الايه. عدنان. يس 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 يس. ظلام. بوبو انا زعلانة منك وايد 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 يا بوبو. انا ادري ان عادل غشاش بس ما ادري ان انت غشاش. انتوا ترضون ان انا اخسر بجولة اليونيكورن؟ إيه؟ ترضون ولا ما ترضون؟ كتبوا إيه؟ تحت منو صدق مسوي يونيكورن حلو. حسافة حنان نايمة. لو مو نايمة حنان كان حطيناها جدج وياهم وقالت الصدق نفس حسين. يلا حسين اختار. حسين اختار البيتزا. طبعا عدنان شو يسوي؟ عدنان ينطرني انا ابدي. شوفوا انتوا لاحظوا ها؟ لاحظوا باول بانكيك الحين انا بنطر هو يبدي. بلش انا؟ يا 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 ان شاء الله الاب يفوز. ان شاء الله الاب. ان شاء الله الاب يفوز. ان شاء الله. ها يا لجنة الحكام. انا احلى طبعا. اكيد. واي خايف. 1 2 3. اولي مشكت بعد. هي اوكي. اختار ماما. والله حلوه. ممكن اختار ماما. حرام عليك. 1 2 معاكم.
والاخضر اللي حاط فيها دوائر ما صار لنا شغل ما لنا شغل احنا عندنا لجنه حكام وهم اللي راح يختارون ويحكمون بالموضوع كله انا الله حكمي مكسوره مو مكسوره القاعده الاولى البانك انكسر عند خسران صدق عمر وايد هار على كيف هتحط قواعد الاخت خلاص ها آه يلا يلا ترى القاعده الثانيه البانك كله اللي يطيح ويكون محترق خسران مو محترق لون البيز كذي من الفرن واو هذا البانكيك اللي سواه عدنان هذا البانكيك اللي سوته بشاير وفي شيء اسود ما ادري شنو بالبيتزا لو اشوف شيء اسود بالبيتزا ما راح اكله انا صراحه لما اشوف شيء بالبيتزا لونه اسود ما اكله صراحه يعني اقول لكم فانتوا كتبوا بالكومنتات ايش رايكم اي بيتزا اضبط اللي انا مسويها ولا اللي هي مسويتها يلا يا جنت حكام بوبو يلا شيب بوبو حرف الاي عدنان شيب 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 مو طبيعي عادل حرف الاي عدنان حسين عشان بس لان يعني كسره خاطره انت اي يدري راح اخسر حسين حرف البي بشاير جاسم اختار حرف الاي عدنان يعني كم الحين صرنا؟ خلاص انت فزت 3-0 باقي اخر راوند يلا بس يعني بس في ظلم اليونيكورن انا اشوف انه ظلم اذا شنو الاخير؟ يا 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 لازم تكتبون تحت والله انه ظلم ما راح ارضى اتعاقب الحين راح نسوي الايس كريم كون اللي هو البسكوت البسكوت بالبرد ما ابي بس والله طلعت احسن حوبة الظالم حوبة المظلوم قصدي الظالم ها؟ اي حوبة المظلوم ولي ما فكرت اسوي انا هالحركة انطرتك انا بسوي شيء طبيعي وعادي ما بيسوي شيء مو طبيعي ولا عادي ما راح تغلبيني انا قاعد تسوين شيء مو طبيعي انت عمره ما في برد كذي بلا في عمره ما كان في برد كذي بلا في في بسكوت يعني لونه غير عن الاصفر ايه في الرينبو لا والله يلا 1 2 ونوسه صدق مو كفايه غشاشين غشاشين راح يختارون لهم غشاشين يا 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 شوفوا البرد مالي شلون طازج اي برد طازج والوانه معروفه وعجيبه ايه باسكن روبنز انا ما اسوي غير باسكن روبنز رغم الظروف والمصاعب خلصت انا والله مصاعب صراحه واجهتني احترقت اول شيء ايدي احترقت صبعي احترق ما تعلمني شلون ابطل واخليه حار ما تعلمني بس افوز لاني خوي يهرب عن يوم شالبرد اللي من فوق كذي مبوز اوه محروق محروق مو محروق شكله اصلا مو برد احنا نخليكم انتم تحكمون عشان تقولون شوفوا ايش كثر قاعد تغش هي بس بالنهايه الله يعرف منو اللي معاه الحق شوفوا شلون حالات البرد مالي شوفوا البرد انا من باسكن روبنز 3 كور انا هذا برد الجنه ما في منه بالكويت نعم ما في منه بالعالم برد الجنة ها؟ ايه هذا البانكيك اللي سواه عدنان هذا البانكيك المو حلو اللي سوته بشاير
حتى اكبر من الصحن. يلا لجنة التحكيم الخوية القشاشة اعطي بوسة. تعال تعال اعطي بوسة حبيبي. بوبو اختار حرف الاي. عدنان وين فرح حبيبتي وين فروحة الحلوة. عادل اختار حرف البي. بشاير هي اخيرا لان عادل اختارني بكتب حرف الاي مع اتش. اتش اختارني. ايوه اتش. حسين اختار حرف البي. ما سويت حرف الاتش مال حسين. يلا جاسم. لا لو سمحت. لا لو سمحت ابراهيم اخر. انت اخترت حرف الاي. جاسم اختار حرف الاي. عدنان يعني الحين انا غالبك 3-0 والرابعة تعادل فيعني 3-0. بما اني فزت وقلنا من البداية ان الخسران عليه عقاب فالحين انا شفت الشباب حسين وجاسم وعادل وبوبو شنو العقاب؟ كاتشب نحط فيه وجهه. ايوه يا بوبو نجيب كاتشب ونحط الكاتشب على وجهها. هذا العقاب اللي هم اختاروا. اعطوني الكاتشب. اللي انا احبه في بشاير انه لما تخسر تسوي العقاب ما عندها مشكله يعني. ايه تسوي العقاب. تسوي العقاب. بنبلش ونحط له الكاتشب على قرعته. يلا انا بحط على هذا واحط على وجهها عشان ما بيوصل خيدي. ما اخلي اروح اغسل ايدي وكذي يعني. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. شفتوا الاغنيه؟ بغني لكم اغنيه. تدري شنو؟ شنو؟ خليتني طماطه طماطه مخلوطه في الخلاط. لا لا مش ذي. يا ليتني طماطه طماطه مخلوطه بالخلاطه خلاطه. وبكذي خلصنا التحدي واللي فاز بالتحدي الخوي عدنان. عدنان القوي. زين كنا واحد يطلع مننا. انا الحين اتعب وافوز. اخر شيء انتي تحطين تسوين نفس عقابك. هم انا على وجهي. انت وين فوق طلعتك عادي. المهم اذا عجبكم التحدي عطونا لايك وسووا لنا سبسكرايب وسووا شير حق الفيديو وكتبوا منو الظالم. منو الظالم ومنو اللي مفروض يكون فايز. الله يدري ان انا مو ظالم وانا فزت بتعبي وبقوتي. صح. حبايبي احنا نحبكم. لا تنسوا الكومنتات عشان نعطيكم قلوب. ويلا باي.